السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنخش على الجزء الثاني من سجل الفواتير، وهنيجي هنا عند كويري 30 زي ما عملنا وقلنا في الحلقة اللي فاتت. هنستخدم النموذج المتعدد. يبقى هنا العميل، كتاب، مؤلف، تاريخ، رقم الطرد، وحدة، هنيجي هنا اهو. يبقى هنيجي من هنا اسم الكتاب، المؤلف، يعني تاريخ في الأول خالص، يبقى الوحدة رقم الطرد في الأول، وهنا العميل. الكمية دي بقى هنعمل حاجة بحيث يشيل لي السالب. هنعدلها بس الأول، نشيل الجزئين اللي هنا. خد نفس المسمى بس نموذج. طيب احنا كده المطلوب اللي احنا دلوقتي مجرد ما نحدد الاسم يفضل لي على الجزء ده، ونحاول نوسع الكادر شوية من الجزء هنا. يعني أنا شايف كده كويس مناسب، يقدر يعدل. هنيجي بقى هنا دلوقتي، هنا المساعد أو الكومبو بوكس زي ما بيسموه، مجرد ما أدوس على سليم أبو العزم دوت، يعني فلتر لي بقى جزء اللي هو بتاع سليم أبو العزم. يعني ما ينفعش بقى أجيب ده كله. نعمل إيه بقى؟ أول حاجة لازم نعرف المسميتين اللي هنا. المسمى اللي هنا، المسمى اللي هنا تكست 1، وتحت العميل اللي هو العميل دوت. ونعمل هنا
الحركة ديت عشان خاطر نعمل اللي هو اللينك ماستر. هنكتب تو التكست 1 ونعمل هنا العميل زي ما شايفين كده، حدد لي سليم، وهنا حدد لي سليم ابو العزب، وحدد لي هنا سالم اهو، وهنا حدد لي هنا محمد شريف، ما فيش اعتقد محمد شريف. ايوه بس المشكله بقى هنا احنا عايزين نلغي اللي هو يضيف، ما يعني انا مش عاوز يضيف من هذه الخانه. احاول نشوف كده، اللاو اديتون خليها نو، اللاو اديتون خليها نو، ونشوف كده. تمام كده. طيب عايزين بقى نخلص حصة السالب أو قصة السالب دي، اللي هو ما ينفعش اللي احنا يعني ما ينفعش اللي احنا نعدل على السالب، نعمل ايه؟ طيب هنيجي هنا، هو ده طبعا بياخد من انهي جدول؟ نمشي كده واحدة واحدة بالترتيب. بياخد من كل 30. طب كل 30، كل 30 تاخد من هنا، كل 30 من تيبل 2. طب تعالى تيبل 2، تيبل 2 2 اللي هو المنصرف اللي هو دوت بالذات، فبقى يعني ده ناقص 1، وهنا الكمية. لو احنا عملنا هنا 2 ما عمليش ناقص 2، عايزين نعمل هنا بحيث بعد التحديث يحدث لي مجرد ما احنا كتبنا هنا. يبقى نختار حاجة من هنا زي كمية نمبر. تمام، يعني الكمية ديت كمية. أنا عايز مجرد ما أكتب في الجزء بتاع الكمية دوت يكتب لي الناحية التانية بالناقص 1 على طول مباشرة بعد التحديث. لازم يضيف معانا الكمية ديت معانا في الجدول دوت. يبقى كده هتضيف معانا الجزء الكمية دوت. ننزل الكمية هنا بالشكل ده مؤقتا كده. أنا بقى عايزك مثلا إيه 9، مجرد ما اضغط 9 يعمل لي ناقص 9 مباشرة، وده يختفي وده يتحل محله وده يحل محله. طيب نحاول نعملها كده، نخش على الايه على الديزاين. طبعا لازم نعرف اسم الكمية اللي هنا، المسمى بتاعه طبعا مكتوب عليه بكمية بالعربي، وهنا هنقول بعد التحديث، بعد التحديث افتر ابديت، بس لازم نعرف الاسم المسمى بتاعه. مين دوت الكمية، نحاول نجيبها، الكمية بتساوي مي دوت كمية اللي مكتوبة بالإنجليزي في ناقص 1.
احنا لو عدينا مثلا خليناها 3 وعملنا هنا ناقص 3، تمام. لو عملنا هنا احنا كده حلينا الجزء بتاع الناقص. احنا دلوقتي عايزين نقول له ان شاء الله في الحلقة الجاية، مجرد ما يعني اخش على الفاتورة عشان اعدلها يجيب لي الكميات الموجب. اقول له ده التحميل يجيب لي الكميات الموجبة هنا بس بالموجب، تمام. دي ان شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.